كونتر 800. تم تصميم هذا الجهاز لوضع علامات الطريق باستخدام الطلاء البلاستيكي ثنائي التكوين أو الطلاء سريع الجفاف على الطرق الإسمنتية والإسفلت. يمكن استخدام المعدة في المناخ المعتدل بدرجات حرارة تتراوح من 5 إلى 30 درجة مئوية مع نسبة رطوبة في الهواء لا تزيد عن 85%. في حالة استخدام الطلاء البلاستيكي أو مواد طلاء العلامات، يتم تضمين مكونات الزجاج العاكس، ويمكن للجهاز تطبيق جميع أنواع الخطوط المنتظمة أو المتقطعة أو العشوائية، ويعتمد عرض ونوع الخط على اسطوانة يمكن استبدالها. تضع الماكينة خطا مزدوجا من البلاستيك والطلاء في مسار واحد بسرعة تتراوح ما بين 1 إلى 5 كيلومترات في الساعة، وتصل سرعة المركبة نفسها إلى 15 كيلومتر في الساعة. Intelligent One، روبوت مصمم لتخطيط الملاعب الرياضية باستخدام أنماط مصممة مسبقا. يمكن التحكم بالروبوت عن طريق تطبيق يعمل مع نظام أندرويد، كما يمكن برمجته لتخطيط ملاعب كرة القدم بأي حجم وغيرها من الملاعب الرياضية. بعد تحميل التخطيط على التطبيق، يتعرف الروبوت على موقع النقاط والخطوط في الملعب بدقة، ويحتاج المشغل ببساطة إلى الضغط على زر واحد. بعدها ينطلق الروبوت إلى نقطة البداية ويبدأ في تخطيط الملعب. الروبوت متعدد الوظائف، ويمكنه تخطيط 4 ملاعب كرة قدم كاملة بلمسة زر واحدة. Lion Laser V3900، جهاز لوضع علامات الطريق غير مضغوط، يعمل مع أي نوع من الطلاء. يمكن للجهاز رسم العلامات باستخدام دهانات ثقيلة منخفضة الانبعاثات أو الدهانات المطاطية أيضا، ويمكنه في نفس الوقت وضع طبقات إضافية من الطلاء العاكس. تستخدم تلك المعدة لوضع علامات سريعة لمواقف السيارات والمستودعات والمطارات. يعمل الجهاز بعدة بنادق رش اعتمادا على الطراز، وهو مزود بنظام ضبط الاهتزاز وضبط وضع الرشاشات لرسم علامات منحنية، بالإضافة إلى نظام منع الانقلاب ونظام الرش المتقطع. المعدة مزودة أيضا بذراع رش خارجي بطول 15 متر. Preform TCG، تقوم تلك الآلة برسم علامات الطرق الأفقية باستخدام مواد حرارية مسبقة التشكيل من قبل شركة ميتالباك أند فاربي، وهي مواد مخصصة للاستخدام في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية. وقبل وضع العلامات، يقوم العمال بتحديد الطريق طبقا للمعايير، ثم يتم إزالة الغبار والإسفلت من المنطقة المحددة بواسطة كاشطات ومكنسة كهربائية، ثم يتم وضع التشريب اللاصق والذي يستخدم كمادة لاصقة للعلامات معدة مسبقا. بعد ذلك يقاس سمك المادة وتوضع العلامة عليها، ثم يتم تسخين العلامة المعدة بواسطة موقد إلى درجة حرارة معينة والتي يتم قياسها باستخدام ميزان للحرارة، وبالتسخين تصل العلامة إلى درجة القوة والصلابة المطلوبة. Smart Line GPS، معدة ترميز استرالية مع دعم نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وهي معدة سهلة الاستخدام تعمل بتقنية GPS، وهي تقنية تستخدم للترميز في جميع المجالات الرياضية كملاعب كرة القدم وألعاب القوى والرجبي والهوكي والتنس. يمكن للجهاز تسجيل أي تكوين في ذاكرة الحاسوب لديه بدقة 10 مليمترات، وبلمسة واحدة تنشط عملية التخطيط. يحدد الجهاز موقع العلامات على الملعب باستخدام
القمر الصناعي لتنشيط المخطط المطلوب، ويحتاج المشغل لمراقبة دقة القراءات المرتبطة بشكل صارم مع فوهة رسم الخطوط. ويتوقف الجهاز عن العمل تلقائيا عند الانحراف عن المسار المحدد أكثر من 10 مليمترات، وبفضل الأقمار الصناعية يكون من المستحيل حدوث أي خطأ في دقة رسم الزوايا. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات اي من الالات التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد اعجبتكم اكثر، ولا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا ايضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.